برضو نقطة أخيرة بس يا باشمهندس، اه نقطة أخيرة بالنسبة برضو الحتة اللي كابتن خالد مش عايز يبطل حتة نادي القرن، أنا هطلب منه طلب صغير، اتصل بدكتور كمال درويش وقول له يا دكتور كمال درويش 94، هل أنت كنت على علم بالطريقة اللي هيطبق بيها الحصول على نقط في البطولة ولا ما كنتش على علم؟ أول واحد كان على علم بالتطبيق ده دكتور كمال ده درويش، جه وبارك وهاتوا للاهلي يا المقترح. سيدي، ده بارك للاهلي بشكل رسمي. تمام يا باشمهندس، وأقر بالكلام ده. فيا ريت يا ريت بقول لك يا استاذ يسري والنبي، موضوع يعني غنوه نادي القرن يعني حدوته ممله والناس مش لاقي حاجه غيرها. وبقت عامله، ما احنا سميناها ايه؟ انا عتريس. انا عتريس، واخد بالك؟ تمام. اشكرك يا استاذ ابراهيم، وشكرا يا باشمهندس علي. شكرا يا استاذ يسري.